يا ناصر، الآن في مسألة محمد مصطفى. محمد مصطفى ده خالف أصل من أصول أهل السنة وأصر، وبعد المناصحة والدليل على المناصحة صرح بها هو في المحاضرة، قالوا لي كذا وتوب وأنا ما بتوب. تعال بدعني إنت الآن. محمد مصطفى ده سؤالين، هل عندك مبتدع ولا ما مبتدع؟ واحد، الآن وين ردك على محمد مصطفى؟ وين الرد الواضح على محمد مصطفى إذا هو مبتدع عندك؟ إذا ما مبتدع ذاته، وين ردك أنت ورد شيوخك الآن على محمد مصطفى؟ دي نقطة. النقطة الثانية يا ناصر، الآن أنت بتشارك أنصار السنة، صح ولا ما صح؟ بيشاركون. وين موقفك من محمد الأمين إسماعيل كزول سروري وكذا وكذا ولا شاد؟ وين موقفك من أخطاء الهواري الواقع فيها دي؟ وين الآن ردك الواضح البين في الملأ من المسائل دي؟ وين ردك عليه مطهر اللي بيقول نحن الصوفية وكذا وكذا، مسألة الصوفية ومشاكلنا معهم بسيطة وما بنرضى في الصوفية، صار سنة ما بيرضوا في الصوفية وما بيرضوا في الأخوان المسلمين، والصوفية ما بيرضوا في أنصار السنة والأخوان المسلمون ما بيرضوا في أنصار السنة. وين موقفك من المسائل دارينا واضحة الآن؟ واحد يطلع تسجيل يورينا، يسجل للزول كلامه عشان نحن ننشر، نشوف موقفه من الناس ذي وننشره في الملأ، عشان الزول يابقى زول أخونا وزول حبيبنا وزول صاحب حق وكذا وكذا، يابقى زول بتاع اللولوة بتاع بلبل. والآن نردمه هنا دي إن شاء الله ونرفع تسجيله للملأ يعرفوا حاله للقاصي والداني. اكتبنا هذا القلم مكتوبة. محمد مصطفى تتكلم في الوزير، موقفك انت منه شنو؟ زكى المركز العام وقال انا المركز العام. اكتبن كله نورينا موقفك منه شنو. دقيقه عليك الشباب ديل الكفرون نفرين ولا ثلاثه ديل مزمل اداب الكفرون ديل شد جيبوا نورينا لهم. دي محمد مصطفى موقفه من الحلبي، ورينا لهم موقف محمد مصطفى ده كلامه ده وإلى معالي الوزير وكلامه في السلطة موقفه شنو؟ وإنت موقفك شنو من الكلام ده؟ واحد محمد مصطفى إسماعيل عثمان ومشيت الأخوان المسلمين والسرورية، عفوا أخوان مسلمين قال خلي سرورية عنده الإحياء التراث قاعدة في المركز العام، مشيت للأخوان المسلمين، مشيت للصوفية، مشيت لأنصار المهدي، موقفك إنت من المسائل دي شنو؟ ورينا موقفك شنو. طيب انت ذكرت موقف الهواري محمد حسين يعقوب، كل المسائل دي رد علينا عليها. محمد حسين يعقوب، محمد حسان، التعاون مع اهل البدع بالتفصيل وبغير التفصيل اللي انت ذكرته ده، موقفك منه شنو؟ انا دار اعرف الموقف شنو، موقفك من كلام مطر شنو. الهواري عنده سلف في مسائل دي، عنده سلف. محمد مصطفى في كلامه ذاته قال عنده سلف، عنده فيه سلف، انت عارف الكلام ده. الهواري التعاون مع البدع المزمل خطيه اصل، والدناير كم مره رفع مقاطع كذب الهواري. الهواري قال الهواري عنده المساله دي مستمده من كلام علماء، يعني مثلا اسال الان انت اديني رايك في كلام اللجنه الدائمه دي. اللجنه الدائمه سالوها عن الناس متفقين كلنا على انها مبتدعه. السؤال الجماعات والفرق الموجوده الان، اقصد بها جماعه الاخوان المسلمين وجماعه التبليغ وجماعه انصار السنه المحمديه والجمعيه الشرعيه والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجره وهذه كلها وغيرها قائمه بمصر. اسال ما موقف المسلم منها، وهل ينطبق عليها حديث حذيفه رضي الله عنه فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك، رواه مسلم، وما الصحيح؟ الجواب كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر والصواب أكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق. الكلام ده واضح، ده كلام اللجنة الدائمة، الرئيس بن باز تمام، والنائب عفيفي قال فعليك أن تتعاون معها على ما معها من الحق وتنصح لها فيما تراه من خطأ ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. أنا أقول شنو الكلام ده ذكرته ليه؟ عشان تفهمه، ذكرته أنه إذا نحن بنبدع الهواري مثلا التعاون مع البدع لأنه قال بالكلام ده، في من يقول بالكلام ده وأشد، يعني الآن الهجرة والتكفير تمام؟ والتبليغين الشيخ بن باز واللجنة الدائمة، دي مسألة. المسألة الثانية دي مسألة أكتبها وبعدين رد عليها. أنا ما قلت الهواري قال ما يرى التعاون مع البدع إطلاقا، انا قلت لك اطلاقا، يعني كلام اطلاقا الهواري اللي قالوا، يعني ما مطلقا، يعني ما بقول يتعاونوا معهم مطلقا، ما بيقولوا الكلام ده، بيقول التعاون مع اهل البدع لا يجوز، والمقطع ده مرفوع في صفحتكم، ما يجوز.
ولكن قد نتعاون وقد اسمه حرف تحقيق واحيانا حرف تغريب، قد نتعاون مع اهل البدعه الاقرب. معناه شنو؟ معناه الاصل باقي على اصله، انه التعاون ما يجوز، فما ممكن تتحمل محمل انه هو يرى التعاون مع البدعه مطلقا. فهمت؟ اجاوبك ختاما على الاسئله اللي ذكرتها. بالنسبه لمحمد مصطفى عبد القادر في المساله الذكره دي، انا اشوف انه اصلا ما يطلع من اهل السنه. عندي انا ما مبتدع في مساله الذكره دي، عندي محمد مصطفى ما مبتدع ابدا. ليه؟ لانه انا على الاصل انتم كنتوا تعذروه له زمان، انا شايف انه هو متاول. ليه؟ نعم كلامه خطا وباطل، شايف كلامه خطا وباطل. ليه؟ لانه هو متاول وما قاعد يقول كلامه عن هوا، راجع لمراجع وذكر كتب ومستندات. لكن انا عندي كلامه، نعم هو خطا، لكن هو في ناحيته ما قالوا عن هوا، ولا قالوا عن 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 عن, عن حظ نفس، ولا قال عن غيره. دي بالنسبه لمحمد صالح القادر. المساله الثانيه مساله وين ردك، وين رد شيوخك؟ والله العظيم انا اشهد انه الشيوخ ردوا مساله الشيخ محمد صفا انها خطا. حتى اخر شيخ جاء السودان بغض النظر عن رايك فيه، الشيخ الحلبي لما جاء فهمت، اتكلم وسالوه عن المساله وقال المساله دي ما يعني خطا وباطل وما يجوز ان تقال. الهواري رد قال خطا، عبد الرحمن رد قال خطا، جزاهم الله خير المشايخ ردوا. فما لازم يكون عندهم، ما لازم يمرقوا. اسمع كلامي، الهواري رد، سمعت بيضا هنا رد خطا، ما قال المقوله دي خطا وباطل. وانا عندي ده يكفي، انا عندي ده يكفي، انا عندي ده يكفي، انا عندي ده يكفي. هاي في الدين، في الدين انت حر، انت شايف رايك. انا عندي في الدين يكفي، في الدين نشر منكر في الملأ يرد عليه الملأ. لما رايت ايش سالتني ده راي انا، انا عندي مقوله محمد صفا خطا، لكن كونه أن أبدع على المقولة ما أبدع على المقولة. المثل الثاني، المثل الثاني ولا بحذر منه، يكفيني 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 أبين باطل المسألة اللي قالها محمد مصطفى. يكفيني أن أقول يا أخي المسألة دي خطأ والشيخ أخطأ فيها، ويبقى الشيخ على مكانته في الدفاع عن العقيدة. المسألة الثانية، المسألة الثانية، المسألة الثانية، أنا بشارك أنصار السنة، بشارك أنصار السنة وما زلت، وبإذن الله حأظل أشارك أنصار السنة. وإن كان، وإن كان أنت عندك فيها مأخذ، أنا عندي أنصار السنة جماعة سلفية ما عندي فيها الا مآخذ تغوص في بحر حسناتها. فهمت كلامي؟ دي انصار السنه. نعم عندي يعني راي في بعض الافراد، عندي راي في بعض الافراد، لكن تبقى الجماعه السلفيه على اصلها. ما ملزم انه اعقد على ولا براء، ولا ادعو لذلك. ما بقول لذلك اعقد على ولا براء ولا غيره، لكن عندي جماعه سلفيه حقها. تمام؟ اما بالنسبه لردك على الهواري، انا عندي كلام الهواري ده حق اصلا، ما باطل. كون انه الهواري يقول قد قد نتعاون مع اهل البدع الاقرب على الابعد، أنا عندي ده عنده على وسلف، عنده على وسلف، وذكرت لك بعضه، ممكن أزيدك يعني، حتى من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فالهواري مسألة دي، في المسألة دي كلامه ده ما باطل، بل كلامه عين الصواب. فهمت كلامي؟ المسألة الأخيرة، وين ردك قال على مطر؟ الشيخ مطر المسألة اللي قالها في مسألة أنه كلنا أهل السنة، مسألة دي قالها المقولة دي عشان ما تشكل على الإخوان ديل، الشيخ ذكر مسألة مقابلة المسلمين مع الشيعة. يتكلم عن محاربة الشيعة، قال نحن صوفية صوفية أنصار السنة أخوان مسلمين سنة في مقابلة الشيعة، ودي كلام حقيقة، لأن الشيعة عندهم كل من لا يكفر أبو بكر وعمر هو سني، هو سني، ده كلام الشيعة. فكلام مطر في الناحية دي، لأن أنا سألته أو إما سألته مباشر، سألت عن كلامه ونقل ليه كلامه صوتا، تسجيل سجله صوتا عن طريق الواتساب. قال يا جماعة أنا أعني بالكلام ده أنه مقابلة الشيعة، وده كلام انا بعتقده، انه في مقابله الشيعه، الشيعه يعتقدوا حتى الصوفيه سنه. ليه؟ لانه ما بيكفر ابو بكر وعمر. فده رايه، انا شايفه رايه سليم، قد يكون اخطا في العباره، اخطا في لفظه، لكن كلامه سليم 100%. فده كلامي انا، وانا اقول انه يعني كلامك ده يعني شغل بتاع، وزي ما قلت لك نوع بتاع يعني تحين الفرص لبس سموه. ده انا رايي كده. ليه؟ لانه انا ذكرت مسائل وانت فرعت المسائل لجوانب ثانيه، وخشيت في حمص مصطفى قال وحمص مصطفى سوى والهواري قال والهواري سوى، وده يدل على انك قدرت تنشر صمم. سبحانك اللهم وبحمدك. طيب يا جماعه، الرد على كلام الزول ده، واحد الزول ده كذب، قال مطر في مقابله الشيعه وكذا وكذا الكلام. طيب انصار السنه ما بيرضوا في الصوفيه دي في مقابله الشيعه، الصوفيه ما بيرضوا في انصار السنه دي في مقابله الشيعه، انت بتكذب ليه؟ دي واحد. اثنين، قال اللجنة الدائمة وجاب الفتاوى الماسكة، والفتاوى جابتها اللجنة الدائمة دي رد عليه. اللجنة الدائمة لما قالت نتعاون معهم مع ما عندهم من الحق وننصح فيما عندهم من شنو؟ من الباطل. دقيقة، وننصح فيما عندهم شنو؟ من الباطل. الآن أنا لو ناس طيبة دين، أنا طيبة ولا غيره من أهل البدع، لو جابوني قالوا يتكلم من غير أي ضابط، من غير أي شيء،
وأنا تكلمت في التوحيد وفي السنة ورديت على قناة طيبة باطل ذات نصحتهم فيه ورديت عليهم. ده فيه إشكال؟ الشيخ الفوزان قال يحرم زيارة أهل البدع، يحرم زيارة أهل البدع وكذا وكذا، آخر كتاب عقيدة التوحيد قال إلا أن تذهب لتنصحهم، عشان تنصحهم نون ذاته. هل لما جاء عصام أحمد البشير وغيره من اللي دعاونوا معاه أنصار السنة في الرد على الشيعة، هل ناصحوا عصام أحمد البشير؟ أسألكم بالله ناصحوا ولا خلونا يتكلموا في الشيعة ومشوا؟ دي وضع الفتوى في غير موضع. الزول صاحب هوى والله الذي لا إله غيره وعنده كذب واحد. المسألة الثانية يا جماعة والثالثة، المسألة الثالثة قال الهواري، الهواري قال الأصل عدم التعاون، وقد نتعاون مع المبتدع الأقرب على المبتدع شنو الأبعد. لما نقول لك الأصل في المسألة يا جماعة، مجرد ما قالوا لك الأصل في المسألة كذا معناه داري أصله لأنه في حكم غير شنو غير الأصل. لا، لما نقول لك الأصل عدم التعاون مع أهل البدع، فرق بين يقول لك لا يجوز التعاون مع أهل البدع، وفرق بين يقول لك الأصل عدم التعاون مع أهل البدع وهو داري أصل لمسألة تانية اللي هو يتعاون في إطار معين، اللي هو في إنه أهل البدع الأقرب نتعاون معهم على أهل البدع شنو الأبعد. وده اللي قاله الهواري وأسس صرح به الودة. النوع الثاني ده البعد قد ده، البعد قد ده تعاون مع أهل البدع ولا ما تعاون؟ تعاون. وكيف ما تعاون؟ ده بحرك في راسه زي الجنة. ده هو تعاون، هو قال لك وقد نتعاون مع أهل البدع الأقرب ضد أهل البدع الأبعد، معناه يجوز التعاون في المسألة دي، يجوز التعاون. وقبل دافع عنهم في مسألة شنو الشيعة والرد على الشيعة ومؤتمر الإصلاح، يدافع وأورد الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وقال دي ما خاصة بالسلفيين. هل دي خاصة بالسلفيين؟ وده أصل للمسألة وسوى مية أصل فيها إذا صح التعبير. طيب المسألة البعدة، المسألة البعدة الجرجر فيها الودة قال أنصار السنة وما بترك التعاون معاهم وكذا وكذا، ودي تغص في حسناتهم وكذا. يا جماعة ما هي خطأ بتقول تغص في حسناتهم، الأخطاء دي يا جماعة درجات وما هي خطأ. انت بتفوته في زول لسي بيخطئ بضربك، وفي زول بيخطئ بيقع في عرضك، ما واحد زول بيخطئ بيقع في معصية وزول بيخطئ بيقع في بدعة ويناصحوه يصر ويأصل له. واحد أنصار السنة من النوع ده يقعوا في بدع ويناصحون ويرد عليهم في الملأ وبعد ده مواصلين، وتقول لي بواصل معهم، معناه انت اصلا عشان كده حرقوا الكلام في نهاية المطاف. الحاجة الثانية الودة مضطرب، قال محمد مصطفى انا بقول اخطأ خطأ كلامه باطل، كلامه خطأ وشنو، لكن انا عندي انه محمد مصطفى ده عنده سلف في الكلام ده، وعندي انه الزول ما قال الكلام ده عن هوى، مش قال الكلام ده محمد مصطفى بيظهر الباطل هذا الواضح الجلي، ويدق الكتب يقول اتحدى السعودية، ويقول اتعال بدعني ما بتوب، ويقول تبين لنا بالنص الصحيح او النقل الصحيح ان معاوية رضي الله تعالى عنه كان بيدعي انه اولى بالخلافة من علي وقاتله على ذلك، ويقول الصحابة اقتتلوا في السلطة وقد يكون فيها حظ من الدنيا، ده كله بيقوله محمد مصطفى. والفوزان يرد عليه يقول الفوزان لولا أنه الفوزان لقلت أنه من الخوارج والمعتزلة وكلمة نحوه، ويقول لك مدخلي ولا مخرج وجايب أشياء وكلام. الكلام الشين ده جد بعد الزول قال ما بقول عن هوى، وأنا أسي قدامه وين الكلام الشين شاله عني، ويقول أنا جاي عشان أبث سموه. الزول ما عنده تناقض؟ أنت لا ظهر لك هذا الرد على الحق الرد على الباطل تقول جاي يبث سموه، وجاب لك الباطل الجلي الواضح تقول انا بحسن الظن به وما عن هوى. النقطه اللي بعدها قال الهواري عنده سلف في المساله دي، محمد مصطفى عنده سلف، انا بقول عنده سلف في المساله. اي زول عنده سلف سمي لنا السلف، هل سلف صالح ولا سلف ولا سلف غير صالح؟ واحد اثنين دقيقه انا ما زالت اللجنه الدائمه رديتها ما بينت عليك. اثنين، هل اي زول عنده سلف في المسألة، هل اي زول عنده سلف في المسألة يعذر وان بين له الحق وان ذكرت له الادلة وان ذكروا له اهل العلم وان جابوا له السلف على الحق الصحابة وغيره وجابوا له ادلة وكلمات، هل يعذر؟
لو قلنا أي زول عنده سلف يعذر، معناه أعذروا الصوفية وأعذروا الإخوان المسلمين وأعذروا الروافض وأعذروا أي زول وأعذروا القدرية والجبرية والشيعة وأعذروا أي زول عنده قول لواحد قديم، أعذروا أي زول ترابي والضلال كت. دي مسألة من المسائل أجابة الجندة. طيب آخر نقطة أنا دار أختم بها في نهاية المطاف. قال شيوخنا، قال شيوخنا ديل محمد مصطفى رد الهواري رده ومنو رده لما عصرنا، قال الهواري قال الكلمة دي باطلة، كلمة دي باطلة، ده رد على زول. انت تقول الكلمة دي باطلة بس ده خلاص كده تميت الرد، خلاص وضحتها وما في مانع من تذكر اسمه. الناس شباب يا قائمين وقاعدين وبعضهم يوالوا يعادوا في محمد مصطفى وشاكلوا ونبذوا الشيخ وتكلموا في الشيخ وبالباطل، وانت سامع الكلام ده يا هواري ويا غيره وما عندك غضاضة أحيانا في ذكر الأسماء، بأنك انت ترد على الشباب وتصفهم بأنهم شباب فتنة وترد على مشايخ وتصف شيخ ربيع بأنه فيه حدة وتشف فيه، انت بتسمي شيخ ربيع وتسمي عبيد الجابري ولا ما سماه، تتحاشى تسمي محمد مصطفى سب الصحابة؟ وين الكلام؟ وين موقفنا النازل الآن؟ وليش الشباب حاربون؟ قالوا تكلموا في علمانا وما فيهم عالم ذاته. طيب ده تكلم في الصحابة عظم ليك علماءك ولا الصحابة؟ يا غديل والله يا أصحاب بدع وأصحاب أهواء ونازع، والله نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبين الحق للناس أوضح مما بين الآن للقاصي والداعي، وأن يقصم ظهور هؤلاء المعاندين الذين يكرهون الحق أو يأبونه وإن بين له. أسأل الله يوفقنا وإياكم لكل خير، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.